نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. إعداد أول دليل في العالم يحدد قواعد ممارسة الرياضة خلال صيام شهر رمضان من طرف فريق متعدد التخصصات، وهو دليل يخص صيام رمضان والرياضة من خلال مبادئ توجيهية مناسبة أو مناسبة لممارسة الرياضة في رمضان، موجه للأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي وكل من له علاقة بالطب الرياضي والرياضة لتقديم توصيات عملية ومدروسة. التفاصيل مع الدكتور حلمي بن سعد أحد القائمين على المشروع. خرجت من منظمة سبيتار في قطر، وكان شرف لي أنا باش نقود فريق البحث أنا وصديقي كريم الشماري التونسي المقيم في قطر. الدليل هذا يخص صيام رمضان والرياضة لصحة الأفراد. الهدف الرئيسي من هذا الدليل هو تحديد كيفية الإدارة المناسبة للرياضيين الأصحاء الذين يمارسون الرياضة أثناء الشهر الفضيل. الدليل هو مجموعة من المبادئ التوجيهية المناسبة للتمارين الرياضية خلال شهر رمضان، والهدف الثاني هو موجه للأفراد الأصحاء المجتمع. الدليل هذا مش خاص بالمرضى، اي مريض شقر الدليل هذا يجب يشوف الطبيب نتاعو ويتفاهم معه على كيفيه ممارسه الرياضه. شكون باش يستخدم الدليل هذا؟ الدليل هذا موجه للاطباء اخصائي العلاج الطبيعي، كل من له علاقه بالطب الرياضي والرياضه، من مدرب، معد بدني، اطباء الفرق، المدير الرياضي. والهدف مره اخرى هو تقديم توصيات عمليه فرنسيه براتيك مدروسه يستخدمها الرياضيون الاصحاء. في عام صيام رمضان عنده تاثيرات كبيره على التغذيه، على النوم، على شرب الماء، تغييرات كثيرة من نجمش نحصها. لذلك الفكرة أنه كيفاش نجموا الرياضيين يعطلوا هذه التغييرات خاصة يتحملوا معها. فما دليل فيها حسب تقريب 9 أسئلة. السؤال الأول هو ما هي أوقات جلسة التدريب؟ هل ندرب قبل الإفطار، بعد الإفطار، كم ساعة، ولا بعد السحور؟ الثاني سؤال هو كيفاش ننظم تدريبات، عدد المرات التدريب، لافريكونس، كثافة التدريب، تنتوسيتي، وخاصة مدة التدريب. السؤال الثالث هو ما هي نوعية التمارين نجم يعملوها الرياضيين المستوى العالي. السؤال الرابع يخص بيئة التدريب، يدربوا في الرطوبة شنو التوصيات اللي ياخذوهم، من يدربوا في درجة حرارة مرتفعة شنو التوصيات باش ياخذوهم. السؤال الخامس يخص التغذية، ناخذوا السكر وشنو نوع السكر، شنو ما ناخذوا ما ناخذوش، وكيفية الماخذ والمقادير. السؤال رقم 6 هو يخص الترطيب، ليدراتاسيون بالفرنسية، كيف ومتى. السؤال السابع هو استراتيجية تبريد الجسم وغسل الفم، هل هناك استراتيجيات تقول لك الإجابة فما وكيفاش تعملوهم. والسؤال الثامن وهو سؤال مهم ومهم جدا هي النوم، قديش يرقد، يعمل قيلولة ما يعملش قيلولة، شنو منصوح به علميا. والسؤال الأخراني هو الوزن والرياضة وكيفية تفادي خطر الإصابة. الدليل هذا هو باللغة الإنجليزية، موجود على الصفحة الشخصية متاعي والمشاركين في الدليل هذا وصفحة أسبيتار في قطر. إن شاء الله قاعدين حاصلين باش نعملوا ترجمة باللغة العربية تكون في أقرب وقت متوفرة لجميع الناس. أما الأسبيتار من الشروط متاعه ليكون موجود في الباج ويب متاعه، أنا حاطه على الصفحة الشخصية متاعي، العباد الكل يدخل الصفحة الشخصية متاع ريشيرش جيت ينزلوا البحث، وأي واحد عنده أسئلة يحب يزيد يتعمق أنا نجم نجاوب عن طريق الإيميل ولا عن طريق الهاتف إذا كان يسمح ذلك.